كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها وبمشاركة من المملكة العربية السعودية عقدت مؤتمر مصالحة أفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة وأنه أثمر نتائج إيجابية. وأعلنت أبو ظبي أنها سوف تستضيف اجتماعا لاحقا لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية. وأوضحت الإمارات أن المؤتمر جاء في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.